قال النووي رحمه الله: باب إباحة الجراد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري ضيف بن غزوان. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح من أشكل. عن أبي يعفور. من أبو يعفور؟ العبدي. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد رضي الله عنه. قال حدثنا له أبو بكر بن أبي شيبة وقال أسحق المغربة أبي عمر وساق السند لأبي عفور قال بهذا الإسناد. قال أبو بكر في رواياته: سبع غزوات. نعم. أبو عفور وعبد الرحمن بن عبيد بن سطات. قال وقال إسحاق ستة. قال وقال ابن أبي عمر ستة أو سبعة. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عبيد قال حدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر قال كلاهما عن شعبة عن أبي عفور عن أبي عفور قال بهذا الإسناد وقال سبع غزوات. سبع غزوات قال في السبع غزوات يأكلون الجراد، هذا فيه دلالة واضحة جدا على طلع أن سمع ذلك وعلى إقراره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان وإيش ودمان، وذكر الدمان الكبد والطحال والميتتان الجراد السمك. وكان أهل السعودية يجعلونه في شربة يشربونه، الواحد منهم كان يأخذ الجرادة يقسمها نصفين ويأكل. هذه موتة واحدة، هذه موتة الوحدة، تنظر إلى هذا وتتعجب من العجب، لكن هو حلال ليس فيه ثمة شيء. نعم تفضل. قال: لا يحتاج لذبح ولا لتزكية ولا شيء، يأخذ ويأكل. والحمد الحمد لله قلت لك لا يتوصل بيده، يأكل يضرب ويأكل يضرب ويأكل. هات يا عم هات شوف عشان تعرف الناس بتاكلوا إزاي، ما مش بيأكلوه يقدموه قدما، يعني المسألة آدي قرار شوف، يعني ولا جمبري ولا يعني أقرب إلى الصراصير منها إلى يعني شوف. ومع ذلك بدل شربة الجمبري شربة الجراد، يكون شربة الجراد لكن حلال والله الحمد لله منه. ما الذي فيه مصمصة الأجنحة ولا إيش بالضبط يعني المسألة؟ وبعدين ده بيطير كمان، هيعطيك قوة طيران، يعني كل ما تأكله يعطيك قوة طيران، بيتأثر الإنسان بما يأكل. تفضل أستاذ. إلى الأرانب العرب كانت تأكله؟ كانت تمص ومصا. لا لم يصل الحمد لله، عشان كده الحمد لله احنا لما نعافه قلنا الحمد لله. والضب اصلا شايف الضب عامل زي التمساح، هات الضب شايف الضب بعدين على الاقل ايه ده لما بيعملوه كانه ايش الحنيز، فاهم حضرتك؟ وحاجه قاتله. ما ادري والله. خالد رضي الله عنه التهم التهاما امام النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل بتاع معارك رضي الله عنه. صحيح 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 صحيح. اشكال وانواع كده، كل الجراد ولا في انواع اخرى ولا انواع لا؟ الجراد انواع ياما قوي. انواع ياما جدا، الجراد الاسيوي والجراد الثرواوي والجدار. انت عبيط يا ابني، يعني ايه بقى انواع ايه دي؟ قول لي انواع ايه. البرني والحرني والجنيب والجمع الواني يا ابني، يعني انواع ايه قول لي؟ تمساح الطاير والزاحف والمستريب. هو اللي كاتب كده شيخ جوجل بقى. بص اهو ده، اعوذ بالله، ادي ضب اهو طالع لكم لوحده كده. بص قل لي بقى انت كيف يؤكل مثل هذا الضب؟ اعوذ بالله يا أعوذ بالله. ده بعد ذلك إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ شوف الزاحف والنايم والقاعد. بص يعني أنت هتطلع ديناصور بس سبحان الله الحمد لله والله. العلم حضرتك في الضيق اللي فيه الناس، لما تقول لهم بقى كل الحاجات دي جاهزة يطلعوا على الصحراء يجيبوا ويجي مفيش فلوس، تقول فلافل ممكن ما تعرفش تجيبها بعد كده، فتروح تجيب ضب يطلع تجيب ضب. نعم بقول لك اهو، واحد يطلع على البحر يجيب شويه جراد وينزل، والله اكلات ببلاش اي نعم من نعم الله على نبات. بس هل بقى في حد هيستطيع ياكله؟ هي دي هو ده السؤال، من الذي يستطيع ان يصيد الضب وياتي به؟ ممتاز. نعم الجوع تأثيره كتأثير الكافر على المسلم. يلا يعني لا يجعله يفكر.
قال يوم النووي رحمه الله باب النخل الأرنب. قال يوم مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى. نعم محمد بن مثنى العنزي من ثقات الأزبات رحمه الله وجماعة. حدثنا محمد بن جعفر غندر أثبت الناس في شعبة. شعبة أمين المؤمنين في الحديث ومن ثقات الأزبات. وأناس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا ما استطاعوش لها سبيلا. تعرف أنه نشوف الفهد شوفوا سرعة الفهد الأرنب خمسة دوخوا ما استطيعوا لأنه هو بيتعرج يمين وشمال فالتاني كل ما يعمل الحركة دي ويجي يرجع لها تاني ياخذ وقت. أما الأرنب ما في راح جاي وخلف الصخرة ويعف لهم ما استطاعوش يعمل معها. الأرنب صعيب صعيب حقا. قال فسعيت حتى أدركتها. يعني الفرق بين الأرنب والغزال فرق واحد تعرف أهبي هو التعرج. الغزال تتعرج أكثر منه لا تتراقص. الغزال الغزال يلتفت والأرنب لا يلتفت والالتفاتة هي التي تجعله يقع في المسير. قال فسعيت حتى أدركتها. قال فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقبله. يعني لو كان حراما لرد. شوف أنت بقى مهمتك يعني بنخلص أهو تجيب الصلاة ولو ما جبت الصلاة حسابك يعلم الله بيه بقى. يعني ارحمنا وهات الصلاة. أنا قلت لك هم جابوه مفرغ فرغ يعني مع ذلك سمعوه فهو موجود. شوف بقى في الخفاء وجابوا أيضا صلاة القصر صح. أنت اللي جبت صلاة القصر ممتاز الحمد لله. جبنا الباقي بقى اخويا والا انا اعلقك في المراوح دي. ايوه انا اعرف انا اعرف اعرف التفريق ابوه من الاخوه في دبي. فانت يعني معنى ذاك ان في اثر. ابحث بقى عن الاثر. قال ابو خيزمه سعيد الفلاحات. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد قال يعني ابن الحارث قال كلاهما عن شعبه. اضبط المايك طيب لا عشان بحديث يحيى بوركيها او فخذيها. نعم فاستنفج استنفجنا ارنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا معنى ذلك اثروه ويعني تنفير له وما استطاعوا عليه سبيلا حتى ذهب اليه انس فاخذه. ومر الظهران مكان في موضع قريب من مكه. شوف هو بقى حسن الشرح يقول فلغبوا ما استطاعوا اعياهم الارنب أتعبهم جدا حتى ذهب إليه أنس وكانه كان محترفا فأتى به فذهب هو أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. وحل أكل الأرنب قول جماهير السلف والخلف وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة على أن الأرنب على الحل. بعضهم نقل الكراهة على أنه يحيط وصحيح الرجع أنه لا كراهة في ذلك. قال رحمه الله قال يوم النووي رحمه الله باب إباحة ما يستعان بها على الاصطياد والعدو وكراهة القتل. الله يعني الأخذ بالأسباب. قال يوم مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاذ عن فريد من سقاط الأسباب رحمه الله الجماعة. حدثنا أبي معاذ العنبري وهو من سقاط الأسباب. قال حدثنا كهمس من سقاط الصحيحين بل روى له أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة من سقاط الأزبات هو عبد الله بن بريدة رأى عبد الله بن مغفل. رأى عبد الله بن مغفل رجل هو ابن عمه. هو رأى ابن عمه يرمي يحذف في رواية ابنه لا ابن عم ما أعرف رواية ابن رواية ابن عمه. نعم قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه. تعالنا طب ليش ما قال ابن عمه ليش قال الرجل؟ الإبهام للستر وهذا من أداب الرواة عشان تأخذ الحكم وما لك شأن بيش بصاحبه يخذف. فقال له لا تخذف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين. نعم. قال ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له رضي الله عنه أخبرك أن رسول الله كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس قال بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى وقال ساق السند إلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا أكلمك أبدا. الله أكبر. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب قال بيت المسند نحوه. هذا الباب فيه النهي عن الحذف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لمن نهى، قال فإنه لا يكسر سن، لا فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا، ما فيش أي فائدة منه، لكن فيه الضرر مفسدة. دي بس ما ينظرون المقاصد الشرعية يقول دي مفسدة إيه؟ مفسدة رايحة. لا أخطأت يا أحمد يا أستاذ بخاري. المحقق يا محقق، المحقق كونان، المحقق كونان يا أخي بخاري، هذه مفسدة محضة، هذه مفسدة محضة، لا خير فيها بحال المحضة. شوف الخمر إيش قال فيها إيش؟ قال سواء الخمر والمنسير فيهما اسم كبير ها ومنافع، لكن هذه مفسدة محضة. قال إنما هي تكسر السنة وتفقع العين. إيه بقى الفايدة اللي فيها؟ لا شيء. فنهى فلم ينتهي، فجاء في اليوم التالي قال أخبرتك أن مسلمنا عن الحادث وتحذف، لا كلمتك ما حييت. قال لا كلمتك ما حييت، كما قال ابن عمر لابنه أقول لك قال رسول الله لا تمنعه، تقول نمنع فضربه، وقال لا كلمتك ما حييت. أمر عظيم جدا وصعيب على الإنسان يعني أن يفهم عظمة كن هؤلاء في تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن الحذف فيه ما فيه من المفسدة، لذلك قال هنا المفاسد المحضة لابد من درئها ودفعها كلية. ومن ذلك قالوا هجر المبتدع والفاسق من السنة، لكن هذا الهجر مقيد بثلاث أيام كما قالوا علماء هنا، إلا المبتدع فقالوا ينظر في المصلحة فيه كما نظر المسلم في مصلحة كعب ومن معه. فالنهي فوق ثلاث على الجميع، لكن المبتدع إن كان إصلاحه في النهي بأكثر من ثلاث يجوز، وحتى إصلاح المرأة أيضا إن كان أكثر يجوز، لكن لا يطيل، لأن المؤمن لا يهجر المؤمن. طبعا لابد أن تقول ويؤيد ما قلنا في التفريق أنه قال لا ما كلمتك ما حييت، وهو يعلم أن السلام وقت الهجران إيش ثلاثا، فقالوا هذا خاص بأهل البدع والذين يعلنون الإيش. باب الأمر بأحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن صاحب المصنف قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو من سقاط الأثبات ومن الطرائف الإسنادية أنه كان يقول لا أحل أحدا يقول إسماعيل بن علي، فكان أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم ورع، مع أنه مشهور بين المحدثين بإيش؟ إسماعيل بن علي. كان بقى الشافعي يجمع بين الفقه والحديث بينهم، بين الورع والعلم. كان الشافعي إيش يقول؟ إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقولون له ابن علي، يبقى أعطى الشهرة دون أن ينسبه. عن خالد بن الحداد أبو المنازل عود يبقى فيه شعبة. أنت كنت فين يا حبيبي؟ فكر نفسك خليك واقف. عود يبقى فيه شعبة. قال له قال له حماد بن زيد تتكلم في أبو المنازل تتكلم في أنت جننت فسكت. أبي قلابة رضي الله عنه هو الجرمي. ايوه اعرف من اسمه عبد الله بن زيد الجرمي عن ابي الاشعث وهذا اعتقد تابعي صحيح شراحيل الصنعاني هو من خيار التابعي رضي الله عنه وارضاه انه قال ثنتاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسن القتل واذا ذبحتم فاحسن الذبح وليحد احدكم شفرته يهيئ لان الواو هنا عطف تفسير قال فليحسن الذبح فكان قالوا واحسان الذبحه ان يحد شفرته وان يرح ذبيحته فده عطف تفسير
ولا استئناف للتفسير؟ عطف تفسير. عطف تفسير. قال رحمه الله حدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا مسلم قال حاء قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الصحابي قال حاء قال حدثنا ابو بكر بن نافع ساق السيد شعبه قال حاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي وساق السيد سفيان قال حاء قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وساق السند الى منصور قال كل هؤلاء عن خالد الحذاء رحمه الله عليهم اجمعين قال اسناد حديث ابن عليه ومعنى حديثه. وهذا حديث قاعده جامعه من قواعد الاسلام، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فعلا اسم هيئة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، فهذه فيها دلالة على الرحمة. هذه بقى الرحمة حقا من الحيوان، يدرك قنبلة ذرية على البشر ويقول لك والرفق بالحيوان، كيف تتركون الكلب ساعات لا يأكل؟ أنت قتلت مليارات البشر وتقول كيف لا يأكل؟ هذا بالضبط بالضبط كالكوحيل، كوحيل الخوارج، قال كيف تأكل التمر ولم تستأذن صاحبها؟ وأنت بعد هذا بعدما قتل عبد الله بن خباب بن الأرت وقتل امرأته وبقر بطنها وقتل جليل وقال لا تأكل التمر حتى تستأذن يا أخي. فهذا أصلا إبليس بيعظم أمثال هؤلاء، بيقبل أرجله، يقول علمتموني الشيطنة الخفية في هذا الباب. فهنا الإحسان مكتوب، كتب الله الإحسان على كل شيء، فإحسان الذبحة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وأيضا قال في شوف في قتال أهل الكفر لا تضرب الوجه ولا ها ولا ولا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح، وذلك قال وليحد وليرح ذبيحته. نعم، وهذه فيها دلالة، يعني هو مر على الرجل وكان يحد السكين أمام الشاة، قال إيش قتلتها؟ إيه مرتين قتلتها، ده مرات ومرات وهي ترقب السكين يحد تموت في داخلها قبل أن يذبح. أبوك يقول لك إيه الفطر بقى السليمة. أيوة عشان ما تعيطش، والحق أنها تشعر تموت إيذاء لها. وسلام بقى ما يجي جزار بارد بسكينة باردة، يعني هو بارد أصلا متحرك ببرود، فاهم؟ بارد ينحت كأنه فقر نفسه ماشي ماسك المنجلة بتاعت الخشب في هذا الباب. أفضل واحد رأيته رجل كان بيذبح بقرة والبقرة بهدلت جندلت كل الرجالة، يمين يطيروا يمين شمال يطيروا، راجل جاء من وراها من غير ما ترى ومعه خنجر حاد جدا، ما في، انا وجدته عمل كده ومشي، قلت ولا جه جنبها انت هتضحك علينا، لقيتها هي واقفه بقى مذهوله وبركت بعد ذلك على الارض خفه واتقان بقى الاتقان في هذا الباب. لكن في جزارين لو علقتها له لازم هيخليها تموت اكتر من مره، وده ظلم باين، لذلك لابد من اتقان الصنعه في هذا الباب. وشوف والنعمه في هذا الباب ان انت اصلا لو كان اكفر اهل الارض عليك برحمتي عندما تقتل. شوف انظر حتى المره التي جاءت ووجدت يعني حبيبها يقتلونه فنظرت اليه وتكلمت ببعض الشعر فشهقت شهقه فماتت من حبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق قال اليس فيكم رجل رحيم يرحمها يقتلوا قدامها وهي بتحبه؟ وكفر. وهذه فيها دلالة على احترام الحب، وأن الحب له موقع كبير، لكن ليس لأي أحد طبعا يفهم هذا. نعم، سبحان الله. ولذلك راح شفع لمغيث وقال لها، فقالت له تأمرني؟ لو قال لها هتعمل إيه؟ تنزل له؟ قال لا أنا أشفع، قالت لا حاجة تليف الحب أعمى. قالوا والحب بهدله، جزار ولا المحب؟ والله ده مثل اعلى مما يكون. شفت يقول لك ايه اللي بيحب ما يعورش؟ اه اتفضل. ما يجوز، لا يجوز، لا مش بطلب، ما هو ما يسبح، ما هو طالما افرى وجداني بالتسميه اذا كان صحيح، لكنه عذبها بيعورها لغايه ما نفسها نفسها تروح.
طيب هو ده اللي بيعملوه في بره، بره بيسعقها سعقة تكون خلاص خلصت وتروح على المحصله بعد ذلك. سيدنا سأل هو ساعات القصار مش بيبقى قاصد ان هو عوره، هو بيبقى داخل نهايه الموقف فيجي عشان يتبع كده دلالك مش جزرنك عبيط، كنت صبي عبيط كده بينحر كده بيذبح. طب ما انت بتعمل كده وبينحر وبينحر بينحر البقر بينحر الغنم والبقر، ما ده خلاف السنة، يبقى ده مش جزار. ماشي انا بقول لحضرتك عن الصورة عشان فاهم، شفت فهمتك انت صبي جزار، كنت صبي جزار ضعيف. ده بيعمل لها عملية إرهاب قبل ما أدخل عليها، ده مشكلة تانية، دي كده مشكلة تانية. يلا عم أبو سيدك ما تنامش يا عم، يا رب أمين يا رب أمين يا رب الله أحفظه. طب يا أبونا نحن صبر البنات العنزي سقاط الأزباة الأولى والجماعة غندر شعب أمين ومين في الحديث. قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك هو من الثقات، وأنس بن مالك رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس رضي الله عنه ورحمة الله أجمعين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال رحمه الله حدثني تصبر يعني ياخذوها هدف غارت علقها وينشل ما يريد أكل ولا شيء، ومن فعل ذلك ملعون. قال وحدثني زهير بن حرب وسمع السند إلى عبد الرحمن، قال حدثني يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حاب، قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث قال حاب، وحدثنا أبو بريج وسمع السند إلى أسامة قال كلهم عن شعبة أخرج بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وسمع السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه وقوفوا غرضا. قال وحدثناه محمد بن بشار وسمع السند إلى شعبة قال بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا شهبان بن فروخ وأبو كامل قال ونوم بن كامل وسمع السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا؟ إن رسول الله لعن من فعل ذلك. قال وحدثنا الفضيل بن حرب وسقى سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمون وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة في نبله، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنه تفرقوا. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف لعن الله من فعل هذا، لعن من اتخذ شيئا فيه وقوف غرضا. قال حدثني محمد بن حاتم قال وصف السند لابن جريج قال حاء، قال حدثنا عبد بن حميد وصف السند لابن جريج قال حاء، قال حدثنا مروان بن عبد الله وصف السند الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بصبرا. جزاكم الله خير. اين كنت يا فحل البراري؟ يجيب الدواء دواء يا حبيبي دواء الفراخ هو ده الدواء. الله اكبر الله يرضى عنك حبيبي، تعلمنا منك كثير اخي ياسر. الله 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 يطول في عمرك حبيبي ويحسن في عملك يا بابا، ربنا يخليك حبيبي تجنن كل الموجودين معنا، جزاك الله خير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصور البهائم في روايه لا تتخذوا شيئا من الروح غرضا، بل استحق صاحبه اللعن، استهزئ ويتلاعب. والروح محترمة، قال أوجب العلماء على أن من وجد هرة أو كلبا يغرق وهو يستطيع إنقاذه أن يفطر وجوبا وأن ينقذه وعليه القضاء. بس هو قال عليه القضاء والكفارة على المثال الفقهي لأنه مش أفطر لغيره لا لنفسه. وما قالوا صبر البهائم من تحبس وهي حية لتقتل بالرمل، ومعنى لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا يعلل هنا باحترام الروح، أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيره. والحقيقة أن هذا نهي للتحريم، بل هو كبير من الكبائر. ليه بقى كبير من الكبائر؟ لعنه استحق اللعن صاحبه، لعن الله من فعل ذلك. فيها إتلاف نفس وفيها تعذيب نفس وفيها استهزاء بنعم من نعم الله لله جل في علاه، وأيضا فيها إضرار بالمسلمين. كيف بقى إضرار بالمسلمين يا حاتم؟ كيف بقى إضرار بالمسلمين؟ كيف يا أسنوي؟
فين مال المسلمين؟ ده مال الله يا حبيبي. فين مال المسلمين؟ جبت خليته مال المسلمين. دجاجة. أيوة يا حمد دجاجة. ها هو هكذا فوت على المسلمين إيش ما كان طعاما له. ممتاز يا أستاذ سنوي. اللبن ما بيروحش على الفرن. اللبن لا يسكب في الأرض. نعم. فهنا فوت على المسلمين يعني ما لن يستفيدون منه. ومر على قوم نصبوا طيرا يرمونه. ولذلك قال من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ قال لعن الله من فعل هذا. الحمد لله. فهذه مستنبطة الروح المحترمة لا يجوز التعدي عليه. حل الأرانب. ده شيل دحل ده شيل دخل بابا شيل بابا عم نخلص في حاجة تشيل بابا حبيبي. الحمد لله الله من لسه يعني بقي قليل ما عندك تمام ما تأتي به لا ما تأتيش تا كله لا لا ما تأتيش شوف كده هتلاقي فيه أبواب تاني لسه أبواب يسيرة دخل في الأبواب راح الله أكبر أو شوف أنت ختمت دون أن تذهب يمينا ويسارا فلله الحمد والمنة قد أنهى الله لنا كتاب الذبائح عارف 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 كيف سأفعل فيك تقل لأنه قربت انتهي بقى من كل صحيح مسلم إلا الصلاة فأنت يعني مت على ذلك لا خلينا بقى مع الإخوة الثلاثة الهاكر أو مش هم هاكر شوفوا لنا أي حاجة يا جماعة أبوس إيديكم أي شيطان سرقها فين بتاع كلموه اعملوا له أي حاجة ها انت مسكت الظفر اللي اكتشف اه شوف انا قلت لك وزنا ومعنى ان هاب هاب يقعد يفلن وزنا ومعنى طب قول لهم قول لهم المعضله طب الكبيره كل حاجه مسحت من عندي رجعوها والله سيدي دلوقتي يا جماعه مش كان في نداء الايمان في الكتب كلها طب هم يخش يشوفوا لهم حاجه بتاع ده يجيب اي او يقراوا عليه يمكن يتحضر تاني ما هو جنة اكيد نفس ذلك صدقوني صحيح ولا لا يا سيدنا ها؟ الله المستعان عامة والله بالله خلاص قربنا الكتب كتاب السنوات والفاضل يا رب يا رب طب جيبوا نص طيب وعلينا نص لأنه طويل شوية إلى دم الكلام نعم ابن عباس ايش؟ نعم نعم هو وقيل أن سلم ما أكل على أخوان قط هذا باب النادر نادر 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 لحكم الله اكثر اكل النبي ما كان على اخوان اللي هي الطاوله والترابيزه فاكثر مكان كان على الارض من رحمه الله على العباد احلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الجراد والحوت كان الجراد من نوعيه الحوت ممكن قالوا ذلك يعني السمك ذاك اهل السعوديه بيشربوا شوربه جراد يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.